كلها الآن دائرة التهديد السياسيين. الصف الأول معاض الآن في السجون، لكن منذ أيام قليلة السلطة فتحت تحقيق في كل أكثر من 120 نائب. السؤال السعلي، أكثر من 120 نائب شاركوا في جلسة الشرعية 30 مارس 22، أصبحت روتينية قضايا أمر عام الدولة. خبز للسلطة هذه في ظل أو في مقابل فقدان الخبز في السوق للمواطنين. قضايا التآمر على أمن الدولة، يعني هناك ثلاث قضايا وثلاث مجموعات، وفي كل فترة هناك نسبة التآمر على أمن الدولة لمجموعة من السياسيين، وبالتالي الآن تلتحق مجموعة النواب اللي هم صاروا حوالي أكثر من 100 نائب ممنوعين من السفر، وكأنه تونس يعني أصبحت سجن يعني، والمطار أصبح هو البوابة التي يمكن من خلالها إيقاف النواب الذين يرغبون في السفر. للأسف الشديد هذا هو الوضع في تونس في ظل الانقلاب، في ظل الحكم الفردي، في ظل يعني لو نعود إلى الشعار الذي رفعه الذين وقفوا وقفة تضامنية مع المساجين السياسيين اليوم، يعني لا قضاء لا قانون، الشرفاء في السجون، وهو يلخص الوضع الحقيقي أن القضاء يعني لم يعد مستقلا رغم وجود هناك قضاة شرفاء، ولكن الجميع تحت التهديد، الجميع يعني تحت الضغط، وليس هناك قانون. نرى أن هؤلاء الموقوفون منذ 5 أشهر لم يخضعوا للتحقيق، وليست هناك يعني جرائم حقيقية أو أدلة تدين هؤلاء. لم يكن هناك توضيح لا للموقوفين ولا لعائلاتهم ولا للرأي العام بحيث تبين السلطة الأسباب الحقيقية وراء هذا الاعتقال. هناك غياب كامل للقانون، رغم ابتهاجنا بإطلاق سراح السيدة شيماء والسيد الأزهر العكرمي، ونثمن يعني صمودهم وصمود جميع المناضلين السياسيين، ومع ذلك لا نستطيع أن نتفائل كثيرا في ظل حكم انقلابي، في ظل حكم يعني استبداد فردي، جميع السلطات لدى قيس سعيد، وفي غياب للقانون الإجراءات جميعها يعني خارج القانون. ليس هناك اتهامات واضحة ولا نسبة يعني أعمال مادية أو أدلة مادية قام بها هؤلاء. إذن نحن في غياب السلطة القضائية، في غياب القانون، للأسف الشديد لا نستطيع أن نتفائل كثيرا رغم هذه الخطوة التي نهنئ من خلالها السيدة شيماء والسيد الأزهر العكرمي. نعم، قلت سي علي أنه لا يمكن التفاؤل رغم قرار دائرة الاتهام، ولكن